السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. في البدايه حبيت ننوه الى نقطه مهمه جدا بخصوص الضجه اللي راهي صاريه مع العياشه بخصوص تاريخ الزليج الجزائري. لحساب واش راني نشوف الانتصار في مناظره لصالح الجزائر صاحبه التاريخ ضد المغرب لص التراث وفقير الحضاره. بعد فشل العياشه في مناظره التاريخ راهم انتقلوا الى خطبه، وهي خطه السينيال والتبليغ خصوصا ضد قنوات اليوتيوب اللي الله يبارك راهم قايمين بالمهمه على اكمل وجه. وشوفوا العياشه كيفاش راهم يتلموا من اجل التبليغ بغرض طمس الحقيقه. لذلك خوتي اي قناه تلقاوها تدافع عن الجزائر دعموها بالاعجاب والتعليق وخلي العياشه يتالمون بصمت. اول حاجه في هذا الموضوع نهضر عليها هي ان المغرب اصبح اضحوكه العالم. هاشتاغ المغرب اضحوكه العالم راه متصدر تويتر من البارح، وهذا بسبب شكوى وزاره الثقافه المغربيه ضد شركه اديداس. صدقوني الاخوه، الان القميص الاحماء الخاص بالمنتخب الجزائري اصبح اشهر قميص في العالم خلال الساعات الماضيه، وهذا بسبب غباء وزاره الثقافه المغربية. حتى شركة اديداس اليوم راح تعيش فرحة كبيرة وتضحك على المغرب، حيث اعلنت البارحة ان فات كل الكميات التي كانت محضرتها للبيع وفي سرعة قياسية بعد الضجة التي اثارها العياشة بخصوص القميص. واصبحت شركة اديداس تضحك على المغرب، وحسب مصادر اعلامية فان الشركة اعتبرت ان الحملة التي قادتها وزارة الثقافة للمملكة المغربية ما هي الا دعاية عكسية ومجانية لمنتجها الذي اصبح يكتسح الاسواق العالمية. المغرب فقير الحضارة حقيقة اصبح اضحوك عالمي بامتياز، حتى الجزائريين في ردودهم على شبكات التواصل الاجتماعي كانوا عند المستوى. الصراحة قام بعض النشطاء بتصميم أقمصة للمنتخب المغربي تعبر بقوة عن التراث الأصيل للمغرب التي لا يمكن لأي دولة في العالم أن تزاحمهم فيه، كهذا القميص اللي عليه الحشيش وقالوا لهم هذا التراث تاعكم بمنزله، أو قميص الدراجة المشهورة لمقايضة جدهم سبتهم ليلة بدراجة هوائية. لكني شفت بعض المراكة فرحانين بواحد القميص زعما صموه باش يضحكوا على الجزائريين وديروا فيه جماجم. حبيت الرد عليهم. اولا كي تشوفوا رد الجزائريين في المستوى الله يبارك، ثقافه وقوه ونقد يضرب الهدف مباشره، لكن العياش الله غالب عليهم. كما يقول لك يفعل الجاهل بنفسه ما لا يفعله به عدوه، لانهم كي يجوا يعايروا في الجزائريين مساكن ما عندهم حتى حاجه يقدروا يعايرون بهم، يروحوا طول جماجم الشهداء. لكن حبيت نقول حاجه برك ما نخليهاش في قلب، انا كي نشوف المراكه يهضروا لي جماجم الشهداء بالعكس انا يا شهداء يشرفوني وفرحوني وندعي لهم، لاني نعرف ان هؤلاء شهداء جدودنا ماتوا في سبيل الدفاع عن الوطن وحروا بلادنا من الاستعمار، واليوم الحمد لله رانا نتنعموا بخيرات الجزائر بغازها ونفطها وتراثها وتاريخها وصحرائها، لن نتوانى في الدفاع عليها وعن شهدائنا امام العالم، عكس العياشه اللي اصلا ما قدروش جدودهم يرموا حتى حجره على محتليهم، ما عندهمش حتى شهيد واحد يقدروا يتفاخروا به، وحتى هما اليوم ما يقدروش حتى يطالبوا بالقول فقط بتحرير سبتهم ليلة اللي مازالها محتلة إلى غاية اليوم. على هذا تفهم بزاف حوايج عن حقد العياشة ضد الجزائر صاحبة التاريخ والحضارة وحقدهم وغلهم من الشهداء الذين ماتوا من أجل أن نحيا نحن في هذا البر الواسع الغني التاريخي وندافع عنهم في كل مكان وزمان.